مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. الفيديو ما تريم هو كيف راح أغير لغة سيري إلى أي لغة في الآيفون. قبل ما أبدأ شرح أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعين عربية باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها بلين بعين عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل. في البداية حتى نغير لغة سيري إلى أي لغة في الآيفون راح ندخل على الإعدادات. من داخل الإعدادات أشرح حتى أغير لغة سيري في الآيفون، راح أدخل على الإعدادات وانزل الى خيار اسم سيري والبحث، تدخل عليه. طبعا بعد ما تفعل سيري خيار اللغه ما راح يظهر عندك الا اذا فعلت سيري، بعد راح تظهر عندك اللغه. انا الان على الالمانيه حتى تسمع شيء. هناك صوتين طبعا، الصوت الاول هالو ich bin سيري wähle die stimme aus. هالو ich bin سيري wähle die stimme aus mit der ich sprechen soll. هناك صوتين، صوت أنثوي وصوت ذكري، فأنت تبقى براحتك. إذا تحب تغيرها للعربية أو أي لغة إنجليزية فراح تنزل تختار اللغة. الآن العربية، تغيير اللغة إلى اللغة العربية. غيرنا صوت سيري إلى اللغة العربية، راح ندخل على صوت سيري وراح يظهر عندي صوتين. الصوت الأول مرحبا أنا سيري. مرحبا أنا سيري، الرجاء اختيار الصوت المراد استخدامه. والآن هذا صوت سيري اتفعل. قبل ما انهي الفيديو فقط نقطة واحدة حابب أشيرها، بعض المعلومات المهمة عن الآيفون. ترجع إلى الوراء وتدخل على عام، لازم يكون البرنامج مالتك محدث إلى آخر شيء. ممنوع تخلي الآيفون مالتك تحديثين أو ثلاثة ما محدث، بعدين تصير لك مشاكل بالمستقبل، وممكن الآيفون بعد ما يتحدث إلا على الكمبيوتر وتخسر كل المعلومات مالتك. والنقطة الثانية تنزل إلى الأسفل، تنزل إلى مساحة التخزين. المساحة الكلية 128، المستخدم 92. الفرق بيناتهم المساحة غير المستخدمة، هذه المساحة ضرورية دائما تكون أقل شيء بال64 10 جيجا، بال128 30 جيجا، وبال256 50 جيجا فاضية كل شيء ما تستخدم عليه، لأنه الآيفون راح يشتغل بصورة صحيحة. البطارية ما تنزل، ما راح يحمى من الظهر، وكل التطبيقات تنزل بصورة صحيحة. أتمنى تستفادوا من هذه المعلومات. تحياتي لكم، مع ألف سلامة.